دايما في موضوع متعلق باللي قلته يا محمد، عايزين نتكلم على موقف صراحة دايما هقول انه موقف شهم جدا، لانه الانسان اللي هتكلم عليه دلوقتي بيقولوا عليه امير القلوب، كل الشعوب العربية بتحبه طبعا لحاجات قدمها. بس قبل ما اتكلم على موقفه، عايز اتكلم انه في اطار دايما يعني العقوبات اللي بتفرضها دلوقتي الدول الغربية على روسيا، فطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو في بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، أنه حيتم منع الأندية الروسية والمنتخب الروسي من المشاركة في أي تظاهرة أوروبية أو عالمية. طبعا ليه؟ لأنه قالوا في إطار الغزو الروسي والاعتداء الروسي على أوكرانيا ووحدة أوكرانيا. طبعا احنا مش بنتكلم على انه ليه العقاب ده او ليه حصل كده. احنا طبعا كمسلمين كإنسان كقناة ضد اي حرب تكون في اي دولة، ضد اي اعتداءات، ضد اي قتل لمدنيين او اطفال. بس لما تشوف كده، تشوف انه مثلا دلوقتي الاتحاد الدولي لكرة القدم اتحرك، الاتحاد الاوروبي، وعمل عقوبات على المنتخب الروسي او الاندية الروسية، بتسأل هم ليه ما تحركوش زي ما كان بيكلم محمد عن اسرائيل مثلا. يعني إسرائيل كل اللي بتعمله في الشعب الفلسطيني، كل الانتهاكات، كل الغصب، كل القتل سواء المدنيين والأطفال، ليه ما بنشوفش منع من المنتخب الكيان الصهيوني أو لأنديته في المشاركات يعني في الدوريات العالمية؟ لا بالعكس، ده احنا بنشوف أفظع، بنشوف أنه في منتخب الكيان الصهيوني وعنده مقابلة ودية مع منتخب عربي كنا شفناها مؤخرا، الأندية التابعة للكيان الصهيوني بتعمل لقاءات ودية مع أندية عربية، ده حتى العرب مش ضد الفكرة. فاحنا نتكلم دلوقتي على اللاعب السابق للمنتخب المصري والأهلي المصري والمحلل المصري في قنوات بي سبور، اللي هو محمد أبو تريكة، واللي قال في تويتر لي عبر حسابه الرسمي على تويتر إنه بيثمن قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في بطولات يعني كافة سواء العالمية أو الأوروبية، مطالبا بتطبيق القرار ذاته على الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني. وقال أبو تريكة إنه طلبه هذا بتطبيق العقوبات على الاحتلال اللي بيحتل الأرض ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، مضيفا لكنكم تكيلون بمكيالين. ده جت في تغريدة أبو تريكة بالتزامن مع البيان المشترك من قبل الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم لإعلان أحدث العقوبات الرادعة زي ما قلت المفروضة على الروس باستبعاد روسيا من المسابقات التابعة للاتحادين سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية حتى إشعار آخر. ويترتب على هذا القرار إقصاء سبارتاك موسكو من الدوري الأوروبي بعدما كان ينتظر مواجهته لليزبيرك الألماني في ثمن نهائي الأوروبا ليج، فضلا عن استبعاد المنتخب الأول من المشاركة في الملحق الفاصل المؤهل لكأس العالم قطر 2022، ونفس الأمر طبعا في منتخب السيدات في يورو 2022. وعكس ما يحدث الآن من تعاطف رياضي وكروي غير مسبوق مع الشعب الأوكراني في محنته، واجه أبو تريكة قبل كده مشاكل ومضايقات بالجملة على خلفية موافقه في بطولة أمم إفريقيا 2008، طبعا كلنا بنتذكر كده، تحديدا في احتفالية بهدفه في مرمى المنتخب السوداني حين أظهر العبارة الشهيرة تعاطفنا مع غزة، وعقب في نفس اللحظة بالحصول على بطاقة صفراء ثم تهديد بالاستبعاد عن البطولة حال خلط السياسة بكرة القدم. بتاع تعاطفا مع غزه ده من اشرف وحاجه المواقف اللي انا اعتز بيها جدا، واتمنى ان هي تكون خالصه لوجه ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل الا كل شيء خالص لوجهه. فالقضيه الفلسطينيه انسانيا لازم تتضامن معاها بالوقت بالمال بالمواقف بالفلوس بالدعاء كل ما تملك، وما تقيسهاش ان انت قريب من ربنا او بعيد عن ربنا او بترتكب ذنوب او ما بترتكبش ذنوب.
طبعا زي ما قلت في البداية لما قلت لكم أنه هكلمكم على إنسان هو محبوب العرب وكل الشعوب العربية وكل واحد بيفهم أو بيحب كرة القدم فأكيد بيحب أبو تريكة، مش لأنه فقط يعني لاعب من طينة الكبار أو لاعب اللي قدم كثير للكرة المصرية والعربية والناديه الأهلي، وطبعا حرز بطولات كثيرة مع مصر وكان عنده تمريرات وأهداف حاسمة سواء مع الأهلي أو المنتخب المصري، بل أكتر من كده عشان أخلاقه كل الناس أو كل الناس اللي بتعرفهم قرابة من أبو تريكة، كل اللاعبين اللي لعبوا مع أبو تريكة وعشروه كلهم بيشهدوا له بأخلاقه الطيبة وبإنسانيته وبالخير اللي بيعمله بعيدا عن الكاميرا، لأنه في ناس كتير بتقول لك أبو تريكة دايما كان بيساعد الناس، دايما كان يعني بيدعم الشعوب، كان عنده مواقف إنسانية كتير مع مرضى السرطان، مع جمعيات، ده بعيدا عن الإعلام لأنه ما بحبش الظهور أو يقولوا أنا عملت كده أو كده، بس المقربين ليه وأصحابه هم اللي كانوا كل ما بيتكلموا عليه بيشيدوا بالمواقف الخيرية والإنسانية اللي بيعملها. ده غير أنه بعتبر أنا أبو تريكة أنه يعني بعيدا عن مواقفه السياسية اللي ممكن كانت بتجيب كلام كتير عليه، بس الكل بيشهد أنه بعيدا عن السياسة هو إنسان أخلاقه كريمة وإنسان كويس وده كتير للكرة العربية والمصرية عموما. طبعا وكان في كمان جدل مؤخرا على أبو تريكة وكان في ضغط على أبو تريكة وقناة بين سبور أنهم يستبعدوه، خصوصا في تصريحه يعني اللي كان قاله على المثلية الجنسية، لأنه في فترة كده ما بين نوفمبر وديسمبر في الدوري الإنجليزي بيدعموا القضية دي وبيكون اللاعبين بيدخلوا يا إما بشارات يا إما بألوان بتدعم القضية دي، وطبعا هو أبو تريكة المعروف أنه جريء وبيتكلم بكل حرية وبأريحية وبيقول يعني آراءه بصراحة، كان يتكلم أنه المفروض يعني أن اللعيبة خصوصا العرب والمسلمين ما ينساقوش وراء الحاجات دي، وطلب كمان من المحللين والمعلقين في القناة انهم يتكلموا عن الموضوع ده بحياديه وكمسلمين وعرب طبعا يبعدوا عن الاشياء دي. صحيح. فزي ما قلت يا محمد ابو تريكه طبعا امير القلوب، يعني صحيح. رغم كل المواقف السياسيه رغم كل تصريحاته اللي انه الناس كلها بتتفق انه ده انسان كويس، يعني بعيدا دي حاجه شخصيه بس ابو تريكه هو ابو تريكه، يمكن هي حاجه كمان من الحاجات اللي بتخلي الناس كلها بتحب ابو تريكه ان هو يعني هو بيتكلم لكل الناس، يعني فعلا حساء قطاع كبير جدا من الناس بتقول او بتفكر زي ما ابو تريكه بيفكر، فهو ما بيخافش من حد، ما بيخافش من حد ان هو يسحب منه حاجه، ان هو يقول له لا معلش هتقعد في البيت. احنا عندنا ناس كتير جدا وناس شغاله في الاعلام في مصر وناس شغاله ممثلين وغيره بيبقوا عايزين يقولوا ربع اللي بيقوله ابو تريكه ده ربع، بس خايفين من حاجه واحده، خايفين ان حد ثاني يوم الصبح يقول لهم يلا اقعدوا. ابو تريكه مش فارق معاه الكلام ده كله، ابو تريكه بيقول ما يمليه عليه ضميره بس، فهو دي حاجه من الحاجات اللي بتخلي كمان محبته عند الناس تزيد بشكل كبير جدا. شيف محمود، سلمى، انا لما بنسمع تصريحات زي دي من ابو تريكه ان هو حد مفروض ان هو شخص، بعض الناس لما بتوصل لمكانه ابو تريكه كده بتخاف على نفسها، خاف على نفسها ان هو لو اتكلم عن كيان الصهيوني لا ده ممكن يكون كده معادي للساميه، ده ممكن يكون رايح يعمل حاجه تبع الفيفا ولا حاجه فاسرائيل ترخم عليه، فبيخاف من ده جدا، بيخاف من الاعلانات، بيخاف مش عارف من ايه، فممكن يقعد. في ناس فعلا واحنا شفنا نماذج زي كده كتير في الحروب اللي فاتت وفي الاحداث اللي فاتت، شفنا لعيبه كبار ما بيعملوش اي حاجه، ليه؟ لانهم خايفين. ابو تريكه ما عندوش الكلام ده، ابو تريكه هي كلمه واحده، انا شايف ان ده الحق وانا ماشي ورا الحق، وده اللي مخلي رصيده عند الشعوب العربيه كبيره، واللي قاله كلنا تقريبا. انا لسه من شويه يعني انا كنت لسه ما اعرفش تصريح ابو تريكه ده غير النهارده، قبل ما افكر في تصريح ابو تريكه ده انا بفكر في الكلام اللي انا قلته لكم من شويه عن اوكرانيا واخواتنا في فلسطين، الفرق اللي موجود ده. فهو ابو تريكه عبر عن اللي احنا كلنا حاسينه، اللي الشيف محمود حاسه واللي سلمى حاساه واللي حضراتكم حاسينه، فكره انه يا جماعه طب ما هو المجتمع الدولي بيتحرك اهو، هو فين بقى العقوبات اللي هتنزل والحاجات دي؟ ما بتنزلش ليه على اسرائيل؟ ولا عشان هم بيدعوا ان الارض ارضهم، وعشان هم بيدعوا ان احنا بنتضرب برضو احنا كمان وان احنا اجدادنا من هنا؟ شايفين دلوقتي حاليا امبارح بس الوكاله اليهوديه عملت، هي كان عندها مكتب واحد في كييف، ده المكتب بتاعها اللي بتستقبل منه طلبات اليهود اللي موجودين في اوكرانيا عشان لو عايز يروح اسرائيل. دلوقتي بعد الخطر اللي حصل في كييف امريكا رايحه عملت مكتبها في لافيف، بعد ما حملت المكتب في لافيف لقت ان الموضوع برضو فيه صعوبه وغيره من الاشياء، فخدت بعضها وعملت 6 مكاتب على كل البلاد الحدوديه مع اوكرانيا. ليه؟ عشان تستقبل اللي عايز يبقى مواطن اسرائيلي بحكم او بموجب قانون العوده.
طب قانون العودة ده بيقول ايه؟ قانون العودة ده بيقول ان حضرتك مواطن عادي جدا مالكش اي دعوه بحاجه اسمها الكيان الصهيوني، مالكش اي دعوه، ممكن تكون اصلا يعني حته ان انت يهودي كيهودي، هم بيرجعوا اليهود يهودي كيهودي مش موجود عندك قوي، اللي هو اجدادك كانوا كده. لو اثبتت ان في جد واحد بس كان يهودي تقدر حضرتك تركب الطياره وتاخد الجنسيه الاسرائيليه وتروح تبقى مواطن اسرائيلي من الناس اللي هي بتضايق اخواتنا في فلسطين. فالموضوع كله غريب جدا وبيستحق مننا ان احنا نتكلم زي ما ابو تريكه اتكلم. تصريحات ابو تريكه يا شيف محمود اكيد انت سمعتها وكل الناس سمعتها، ناس كتير جدا بتشجع على حاجه زي كده، بتشجع ان احنا يكون لنا كلمه، بتشجع ان احنا نكون فاعلين في المجتمع اللي حوالينا بحيث ان احنا جاي صوتنا يوصل في يوم من الايام. هو مواقف دايما ابو تريكه وتصريحاته بتبقى لساننا احنا، كاننا احنا اللي بنقول، يعني هو بيبقى المتحدث الرسمي بالشعب العربي. فعلا صحيح، يعني هو دايما بيقول اللي احنا عايزين نقوله. فعلا الكلام اللي احنا لما تيجي تشوفه تلاقي ان معظم الناس بتفكر في كده، اللي هو طب انتوا كنتوا فين يا جماعه، كنتوا فين وسوريا بتعمل فيها اللي بتعمل فيها ده؟ ما هو بوتين برضو دخل في سوريا، كنتوا فين وسوريا بتعمل فيها كل ده؟ ما كنتوش موجودين ليه؟ فهو فعلا في الكلب مكيالين موجود للاسف.